الحقيقة إنه كلمة الذكاء الاصطناعي بقينا بنسمعها كتير جدا، حالة التطور الكبيرة اللي حاصلة في كل ما يخص الذكاء الاصطناعي موضوع الحقيقة يعني طول الوقت بيثير إعجابنا وشغفنا إن إحنا نسمع أكتر ونفهم أكتر عن الذكاء الاصطناعي يعني المحاكاة الرهيبة اللي بتحصل للعنصر البشري والمهارات اللي بيكتسبها الروبوت، إزاي ممكن يحاكي كل ما هو ليه علاقة بالعنصر البشري، المهارات اللي بيعملها البني أدمين، إزاي الروبوت يقوم بده. النهاردة احنا بنسألكم صباح الخير يا مصر، إيه المهارات اللي ممكن تكونوا متخيلين أنكم تقدروا تعملوها روبوت ما يقدرش يعملها، ولو في يوم من الأيام وأعتقد أنه ده ما بقاش بعيد على أي حد بقى يعني الروبوت ينافسك داخل العمل، تتخيل أنت ممكن تقدر على هذه المنافسة ولا لا؟ إيه يا شازل؟ لا هو بصي أقول لك على حاجة، إحنا كنا مستبعدين هذه الفكرة تماماً من دماغنا. تعالي هقول لك على حاجة، هندي بالقياس كده ونفتكر الموبايلات أول ما طلعت مثلاً أو وسائل الاتصالات. أنت زمان ما كنتش تتخيل، جدودنا مثلاً ما كانوش يتخيلوا إن إحنا ممكن نتواصل مع حد من محافظة لمحافظة تانية من خلال التليفون الأرضي. مع الوقت بقى التليفون الأرضي ده الطبيعي بتاعنا، وبدأنا نستغرب قوي اول ما قالوا في تليفون نازل، التليفون ده من غير سلك، يعني انت هتتواصل مع حد من غير ما يكون في كابل، من غير ما يكون في اي وسيله اتصال، كله بالاقمار الصناعيه. بعد شويه انت لقيت نفسك بتتواصل مع حد في دول تانية وممكن تشوفه كمان، فما بقاش في غربه. فمع الوقت انت كل شويه كنت في حاجات بتستبعدها تماما، لكن مع الوقت بتلاقيها موجوده. تعالوا نفتكر كده في سنه 99 فيلم ذا ماتريكس كانوا بيتكلموا عن عالم افتراضي، وكلنا لما اتفرجنا على الفيلم ده كنا الكلام ده كان مستبعد تماما، لكن مع التطور التكنولوجي اللي بيحصل والتطور في الذكاء الاصطناعي بدأ الروبوتات وتقنية الذكاء الاصطناعي تدي نهايات لم يكن يتخيلها أو يتوقعها كتاب الخيال العلمي. بدأوا يتفاجئوا من الحاجات اللي بتحصل، هم نفسهم بيتفاجئوا دلوقتي. فالحقيقة اللي بيحصل خلال السنوات اللي فاتت تطور متسارع جدا في التكنولوجيا وفي الذكاء الاصطناعي، لكن احنا ما كناش نتخيل ان هم ممكن يجاروا البشر مثلا، او تنقلب الالات زي ما بيقولوا على البشر، او تتفوق على البشر. لكن في تقنيه اسمها التعلم العميق او الديب ليرنينج، التقنيه دي اخترعها عالم امريكي اسمه فرانك روزنبلات. الراجل ده اخترع هذه التقنيه سنه 62. اهميه التقنيه دي في ايه؟ انه الذكاء الاصطناعي او الروبوتس مش هتعتمد على المدخلات بعد كده، يعني الروبوت مش هيعتمد على اللي البشر هيقوم بتغذية هذا الروبوت بمجموعة من المعلومات والبيانات والمدخلات، فهيتعامل على أساس هذه البيانات. لا، بعد كده هو هيستنبط وهيجادل وهيتكلم وهيطور وهيعمل كل حاجة. فبالتالي هو دلوقتي داخل ينافس البشر في الحاجة اللي هم بيعرفوا يعملوها، في صحيح العقل التفكير. يعني أعتقد أنه إحنا يعني اتفتح علينا باب ما إحناش مدركين لأبعاده بشكل كبير. يعني في وظائف كتير فعلاً ابتدينا نشوفها انه الروبوت بيقوم بيها بشكل كبير، زي مثلا الترجمه الفوريه دي بقت موجوده بشكل كبير جدا باستخدام الروبوت، طبعا مع توافر عدد اللغات، السرعه بتقنيه ال NLP بيتم الترجمه الفوريه. فاعتقد انه هنا لازم هذا المترجم الفوري يلاقي لنفسه ميزه يتميز بيها الاله ما تقدرش تعملها، وده اللي الذكاء الاصطناعي بقى بيفرضه على السوق بشكل كبير، انه على العنصر البشري احنا كبني ادمين لازم نشتغل على تطوير مهاراتنا، ايه اللي نقدر نطوره الاله لسه ما قدرتش انها تعمله. هو دي النقطه، هو ده، لانه دايما الناس لما نقعد نتكلم عن الذكاء الاصطناعي تقول لك طب ها انا كفرد المفروض يعني اعمل ايه بكل اللي انتوا بتقولوه ده، اعمل فيه ايه، الحق ايه، انا حاسس ان انا في حاجه المفروض الحقها ومش عارف ايه هي. تنمية المهارات أعتقد أنها كلمة السر. لو إحنا بنتكلم على تقنية زي الشات جي بي تي، ودي تقنية قلب الدنيا دلوقتي، زي محادثة كده أنت بتقول لها مثلا اعملي لي موضوع تعبير عن كذا، هيجي لك موضوع التعبير من غير ما أنت تدور، اعملي لي مقارنة ما بين كذا وما بين كذا، ودي تقنية يعني هايلة الحقيقة. بس وقف الروبوت، معرفش يتفاعل. ما شفت الشباب المصريين وهم بيعجزوا لما قالوا له أم سامح عندها 4 أولاد، احمد ومش عارف واياد وسمر، الرابع اسمه ايه؟ قال لهم معلش مش عارف. طب ما تفكر. لا مش وقف، مش عارف يفكر. ما هو طبعا هو اكيد هو بيشتغل على بيانات معينه موجوده، لكن احنا لو بنتكلم على مثلا الشغل البحثي فالنتائج فيه مذهله باستخدام تشات جي بي تي. طلبه طبعا كتير استخدموه في الغش، وده كان سبب انه اتقفل في بلاد كتير ما بقاش شغال تشات جي بي تي، لكن الحقيقه انه بينافس دلوقتي
كل المواقع اللي كانت موجودة بالمثل، وجوجل نفسه يعني في حالة تأهب قصوى بسبب تشات جي بي تي. فالتقنيات دي في تصارع مستمر، يمكن تشات جي بي تي النسخة الرابعة كمان دلوقتي بتتجهز علشان تنزل. فنعمل ايه؟ نشتغل على تطوير مهاراتنا، لانه لو انا بستخدم تشات جي بي تي وحضرتك بتستخدم تشات جي بي تي، لكن انا ما عنديش نفس المعلومات اللي انا بقولها للمحادثة دي، مش هطلع نفس النتيجة. لو حضرتك عندك معلومات ومدخلات افضل مني، هتاخد نتيجة افضل باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهي الفكرة انه يكون عندك قدر من المعلومات، قدر من الثقافة، قدر من المهارات، وانت بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل تأكيد هتكون النتيجة ايجابية ولصالحنا. لكن اعتقد انه اللي يخاف هو اللي بعيد قوي، هو اللي مش شغال على نفسه، وده اللي اعتقد انه الآلة ممكن تستبدله بشكل كبير. طب فاكرة رومبا؟ فاكرها اللي هي المكنسه الدائريه دي لما طلعت في 2002؟ ومع الوقت فعلا بدانا نتريق يعني على طبعا ازاي، ومع الوقت بدانا نشوف بقى تاكسي من غير سائق، بدانا نشوف في السعوديه صيدلي، روبوت صيدلي، بدانا نشوفه في شكل خلاص بقى العمده الالي او الشكل بتاع الروبوت اللي احنا متعودين عليه خلاص انتهى. وشفنا صوفيا في 2017 شكل بشري بتحاكي الشكل البشري. فالتقدم والتطور في الموضوع ده مستمر. لكن هدير ما جاوبتش على السؤال، مع تطور الذكاء الاصطناعي ايه المهاره اللي ممكن الروبوت ينافسك فيها؟ لا هو اكيد هينافسنا كلنا يعني في كل حاجه يعني احنا شفنا على التلفزيون قبل كده انه ابتدى يكون في الصين، اعتقد كان المذيع الروبوت. فاعتقد انه في مواقف انت في المطبخ، انت في المطبخ زي ما بنقول، فاكيد عارفه ان في حاجات هو ما يقدرش ينافسنا فيها. لا انا اعتقد ان احنا جميعا محتاجين نجتهد علشان نقدر انه نلاقي حاجات الروبوت ما يقدرش ينافسنا فيها، لانه بكم التطور اللي حاصل دلوقتي في الذكاء الاصطناعي، فاعتقد وبقى كمان بقى في نقطه مهمه جدا ان الذكاء الاصطناعي ما بقاش الشكل التقليدي اللي احنا عارفينه رابط بشكل تقليدي، لا الذكاء الاصطناعي بقى مدمج في كل شيء. فما اعتقدش ان المنافسه سهله يعني. لا بس في حاجات يعني، هو مثلا احنا ممكن نديله الاخبار كاخبار يقراها كاوتو كيو، دي ما فيش مشكله من خلال الشاشه دي عادي جدا. انما ازاي يتعامل مثلا مع البريكنج نيوز، مع الاخبار العاجله، بس ازاي يتحمل اوردرات هشام مثلا بروديوسر، دي في حد ذاتها بقى هيستوعبها ازاي؟ ففي حاجات كتيره بالفعل هو مش هيقدر ده على ما اعتقد يعني على ما اعتقد، برضه مش متاكد الحقيقه يعني. انا شايفه كده برضه. احنا بنسال حضراتكم، ده سؤالنا موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام. مع تطور الذكاء الاصطناعي، ايه المهارات اللي تتخيل انك تقدر تعملها في شغلك الروبوت ما يقدرش ينافسك فيها؟ ولو حصل ودخل الروبوت مجال شغلك، تقدر انت تنافسه ازاي؟ ممكن واحده بس، مش واحد. انت بتامن على نفسك؟ تصبح على حضراتكم في كل مكان، صباح الخير يا مصر.